السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، عزيزاتي الكريمات، في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. هذا الفيديو غادي ندير معكم النموذج رقم 2 من فروض المراقبة المستمرة، فرض في مادة النشاط العلمي بالنسبة للمستوى الخامس ابتدائي. إذا كما عودتكم دائما الامتحان في مدة الإنجاز 45 دقيقة، فيه 4 ديال التمارين أو 4 ديال الأنشطة، نشاط باللغة الفرنسية وثلاث أنشطة باللغة العربية. كنرحب كل متتبع جديد عاد انضم للقناة ديالي، كنرحب بك وادعوك للاشتراك وتفعيل زر الجرس لكي يصلك كل جديد القناة. والمتتبعين الاوفياء مرحبا بكم مجددا، زيدوا تفاعلوا مع القناة وزيدوا بارتاجوها مع الاصدقاء والصديقات ديالكم. هذا الفيديو ديالكم، مرحبا بكم. سي بيان، دونك قلنا غادي نديرو فرض في مادة النشاط العلمي نموذج رقم 2. ندير بعض لي زكتيفيتي، دونك غادي نبداو بالنشاط اللي هو اون فرونسي. تابعوا معايا، دونك النشاط رقم 1، دونك كومبليت لي فراز افيك سو كي كونفيان. دونك غادي نكمل هاد الجمل بالكلمات المناسبة. دونك هنا عندي اوفول اللي هما البويضات، سبرماتوزويد اللي هما الحيوانات المنوية، مال اللي هو الذكر، اوف اللي هي البيضة، لا فيكونداسيون اللي هو الاخصاب. دونك عندي 1 2 3 4 5، عندي 5 ديال الكلمات، وعندي 1 2 3 4 5 ديال الفراغات. صافي، هنايا هنايا مال، هنايا نسيت وكتبتها. صافي، دونك مال ها هي غادي نضربوا عليه. صافي، دونك بقاو لي 4 ديال الكلمات وربعة ديال الفراغات. صافي، 4 ديال الكلمات وربعة ديال الفراغات. سابيا، دونك لا برودكسيون انيمال يعني توالد الحيوانات، نيسيسيت لا بريزونس دون فيميل يعني يتطلب وجود انثى. كي برودوي دي، الانثى التي تنتج ماذا؟ تنتج البويضات، ديزوفول. ديزوفول هادي، ديزوفول نزولو ديزوفول. لوفول سو ترانسفورم اون، دونك هاد البويضات تتحول الى ماذا؟ تتحول الى بيضة. دونك سو ترانسفورم اون نوف كوم سا. اها، سي لي ميلونجي، الى تخلطات مع ايش؟ او الى التقات مع لي سبيرماتوزويد. سبيرماتوزويد، سبيرماتوزويد اللي هي هذه مع الحيوانات المنوية دو مال ديال الذكر. لونيون دان نوفول افيك ان سبيرماتوزويد يعني الاتحاد ديال واحد البويضة مع واحد الحيوان المنوي. دونك البويضة، هنا الحيوان المنوي. اش كيعطينا؟ اخصاب. دونك سابيل لا فيكونداسيون، سابيل لا فيكون، فيكونداسيون. D'accord, ça s'appelle la fécondation. Et je supprime. Ok, vous le voulez, je vous mets le palaka. La reproduction animale nécessite la présence d'une femelle qui produit des ovules. L'ovule se transforme en œuf s'il est mélangé au spermatozoïde du mâle. L'union d'un ovule avec un spermatozoïde s'appelle la fécondation. Ndouzou l'an nashat rakum idnan, tabou ma'a da'iman. Donc nashat rakum idnan, n'atabiru shakl janiba hu rasm li a'da' tawalud fa'r. Idan had rasm hada kibir li a'da' tanasulia li al-fa'r. Sual awal, hal hiya a'da' tanasulia unthawiya am dhakari? Idan hadi a'da' tanasulia, a'da' tanasulia, dhakari. لماذا؟ لوجود، رمز، الذكر اللي هو هذا، رمز الذكر، لأن الأنثى الرمز ديالها هو هذا، هذا هو رمز الأنثى. صافي، والرمز ديال الذكر هذا الذكر. صافي، سابيا، إذا هذه أعضاء تناسلية للذكر، مفهوم؟ سؤال الموالي، أتمم الرسم بوضع الكلمات في مكانها الصحيح. إذا عندي ثلاثة ديال الكلمات وعندي ثلاثة ديال الفراغات في الشكل. صافي، إذا عندي قناة منوية، أين توجد القناة المنوية؟ القناة المنوية هي هذه، عندي جوج ديال القنوات المنوية التي تنقل الحيوانات المنوية. دونك قناة منوية، صافي، هي مشات. خصية، هي هذه، عنده خصيتين هنا وهنا. عندي قضيب، هنا، صافي. السؤال الموالي، اعطي عنوانا مناسبا للرسم. العنوان المناسب للرسم، دونك هنا أعضاء، تناسلية لذكر الفأر. لذكر، دونك الذكر هذا. ها السؤال الموالي، اذكر دور العنصر رقم 1. العنصر رقم 1 هو هذا، يعني هي الخصية. دونك الخصية، اكتبها بعدا، الخصية هي رقم 1. دونك دورها هو إنتاج
الحيوانات المنوية، تنتج الحيوانات المنوية التي بالتقائها مع البويضات تعطينا إخصابا. مروا الآن للنشاط رقم ثلاثة. نشاط رقم ثلاثة هو كالتالي: إذا استئصال المبيضين والخصيتين يؤدي إلى عقم الفأر والفأرة. دابا ذكر إلى زولنا له الخصيتين، إلى زولناهم له، والأنثى إلى زولنا المبيضين، شنو كيوليو؟ كيوليو عقيمين، يعني ما يمكنش يعطيونا صغار، ما يمكنش يعطيونا صغار، داكوغ؟ ما يمكنش. أحدد دور كل من المبيض والخصية في التوالد. إذا فين كيتجلى الدور ديال المبيض والدور ديال الخصية في التوالد عند الحيوانات الولودة؟ إذا أحدد دور المبيض. إذا المبيض دوره يتجلى في إنتاج البويضات، دونك تنتج البويضات، دونك المبيض ينتج البويضات، صافي، داك البويضات. ثم الخصية دورها يتجلى في إنتاج الحيوانات المنوية. الخصية تنتج الحيوانات المنوية، والبويضات أو لا المبيض ينتج البويضات، والالتقاء ديالهم اش كيعطينا؟ الإخصاب، وداك الإخصاب هو اللي يخلينا نحصلوا على صغار، صافي، كيخلينا نحصلوا على صغار. مزيان. الآن غادي ندوزو النشاط الرابع والأخير اللي هو صحيح أو خطأ. أجب بصحيح أو خطأ. إذن عندي ثلاثة ديال العبارات، إذا كانت العبارة صحيحة سأكتب صحيح هنا، إذا كانت العبارة خاطئة سأكتب خطأ. مفهوم؟ إذا العبارة الأولى: يسمى اتحاد بويضة بحيوان منوي إخصابا. العبارة الثانية: يتكون الجهاز التناسلي لأنثى الفأر من مبيضين وقناتين منويتين ورحم. العبارة الثالثة: العجل الصغير ينمو في رحم أمه ويتغذى عبر الحبل السري ما تتغذاه أمه. أمه مش أمه، أمه. إذا العبارة الأولى: يسمى اتحاد بويضة بحيوان منوي، صحيح، عاد قلنا هذا الاتحاد ديال واحد الحيوان المنوي، الحيوان المنوي ديال الذكر زائد البويضات ديال اش؟ ديال الأنثى، اش كيعطينا؟ إخصاب، صافي، يعطينا إخصاب. إذا النص صحيح، عبارة صحيحة. نمر إلى العبارة الثانية: يتكون الجهاز التناسلي لأنثى الفأر من مبيضين وقناتين منويتين ورحم. إذا دابا الأنثى، الجهاز التناسلي للأنثى، الجهاز التناسلي للأنثى كيتكون، كنعرفوه من ماذا؟ من مبيضين، من قناتين مبيضيتين، من رحم ومهبل. إذا هنايا عندنا قناتين منويتين، قناتين منويتين هذوما كيكونوا بالنسبة للذكر وليس الأنثى. إذا هنا هذه عبارة خاطئة، إذا خطأ. العبارة الثالثة والأخيرة: العجل الصغير ينمو في رحم أمه ويتغذى عبر الحبل السري ما تتغذاه أمه. إذا العجل الصغير يعني جنين البقرة ينمو في رحم أمه، ينمو في الرحم ديال البقرة، ويتغذى عبر الحبل السري، داك الحبل السري الذي يربطه مع أمه هو الذي يضمن له الغذاء والهواء وغير ذلك. إذا هنا عبارة صحيحة، إذا صحيح، مفهوم؟ إذا يسمى اتحاد بويضة بحيوان منوي إخصابا، صحيح. يتكون الجهاز التناسلي لأنثى الفأر من مبيضين وقناتين منويتين ورحم، خطأ. العجل الصغير ينمو في رحم أمه ويتغذى عبر الحبل السري ما تتغذاه أمه، صحيح. إذا حظا موفق للجميع. هادشي اللي كان عندي في هاد الفيديو، كنتمنى أنكم تزيدوا تدعموا قناة تربويات مع الأستاذ محمد البخاري، باش نزيد نحط لكم مجموعة من الفروض ومجموعة من الدروس إن شاء الله اللي كتخص المستويات الخامس والسادس والمستويات الابتدائي بصفة عامة. كان معكم الأستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.